فرص شغل جديدة وتحسين ظروف التشغيل من أولويات التصريح المشترك للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا. هذا التصريح الذي يهدف أساساً إلى عصرنة طرق اشتغال جهاز تفتيشية الشغل، ضمان الصحة والسلامة في الشغل، ثم تطوير علاقات الحوار الاجتماعي داخل المقاولات والمؤسسات في المغرب. وضعنا أهداف و يعني تتعلق بمجالات يعني مختلفة، أساسا ما يتعلق منها كل ما يتعلق منها بمجال الشغل، يعني تطوير جهاز مفتش الشغل وعصرنته، السهر على تحسين الصحة والسلامة في العمل. ثم في مجال التشغيل كما تعرفوا ان احنا الان بصدد تطبيق الأجراء ديال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واللي من بين يعني البوابات ديالها ولا الرافعات ديالها هناك كل ما يتعلق بالسياسة الترابية للتشغيل أساسا على مستوى الجهات. أول إحنا غادي نستفدوا من التجربة ديال أصدقائنا في فرنسا، وثم غادي بدون شك غادي الخبرة ديالهم غادي تكون مفيدة، لأن حتى تقريبا هما عندهم نفس الاتجاه الآن كيشتغلوا على مستوى ما يسميوه لي باسان ديال لومبلوا، يعني أحواض الشغل. حتى إحنا هذا هو الهدف ديالنا، هو نديروا من الجهات نديروا أحواض الشغل بشراكة مع الجامعات ومع المجالس الجهة. تعاون يرتقب أن يقوي المقاربات الترابية في مجال التشغيل، والتي تهدف إلى مراعاة مسألة العرض والطلب في مجال التشغيل، وهي مقاربات تثمن التنمية المحلية. تعاون سيشمل أيضا التكوين في مجالات مختلفة. هذا التعاون يندرج في إطار ضمان الصحة وسلامة الشغيلة مع مهام لوقاية العمال الذين يشتغلون في ميدان البناء وأيضا في المجال الفلاحي، وتهدف من جهة أخرى إلى ضمان الديمقراطية الاجتماعية في المقاولة والحوار الاجتماعي. كما نتقاسم مع السيد الوزير العديد من التحديات حول مسألة التكوين، لذلك سأقوم بزيارة في هذا الإطار إلى مركز تكوين قرب طنجة متخصص في مهن صناعة السيارات. شراكة بين البلدين تعطي نفسا آخر لتبادل الخبرات وسط سعي لتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. عمل وجهود متواصلة من أجل التخفيض من معدل البطالة الوطني الذي يصل إلى 9.6%، ربع هذه النسبة هم من حاملي الشهادات العليا. رجاء فضلي وادريس بن عيسى، ميديا تي في، الرباط.